بحضور رسمي وشعبي تم افتتاح أيام العاديات الثقافية بالحمام الأثري في مدينة السلمية بريف حما بعنوان العودة للقراءة ونشر الثقافة. في البدء كانت الكلمة والدعوة الأولى كانت اقرأ، ما أحلاها من دعوة اليوم في مدينة الفكر والثقافة في مدينة سلمية، العودة إلى القراءة، ومن غيرها المنقذ في حالكات الأيام، ومن غير سلمية وأهلها، بلد الشعر والشعراء، بلد المغوط، وبلد أديب جرف، بلد فايز خضور، بأن تدعو إلى العودة إلى القراءة. ضروري جداً أنه تعرفت الجيل الجديد على الأماكن الأثرية الموجودة في سلمية. هذه المعارض كتير مهمة فيها من وعي الجيل الجديد على أهمية الكتاب، ومن وعي على أهمية تراثه، تعرفته بتراثه السمي. الهدف الأساسي منها هي العودة إلى قراءة الكتاب الورقي، يعني وبتعرف أن السلمية هي أم الكتاب، معروفة ومعروفة بثقافته. هذا المهرجان تضمن معارض فنية وتشكيلية وأعمال يدوية من توالف البيئة تم تدويرها ليتم الاستفادة منها، وأنشطة تراثية وثقافية من وحي تراث مدينة السلمية، بالإضافة إلى معرض للكتاب يضم أهم الكتب للأدباء والشعراء ومفكري المدينة. سميه مهرجان فعلا، لأنه بلش بتعريف الناس بأهمية القراءة من خلال محاضرين مثقفين موجودين ضمن مدينة سلمية. مهم كتير يعني نفرجي شغلنا للناس، يعني نفرجيه شغل الجلديات، شغل يعني حتى من البيئة، يعني القماشات هيك الموجودين. الهدف منه أنه طبعا هو العرس السلموني، وهذا الشيء قديم معروف عنا، ونحن مثلا هون أنا جاي عن الوالدة بالجلديات، فنحن بناخد التوالف البيئة تمام وجلديات هيك القديمة، وفينا نقول أنه منعيد تدويرها كرمال تطلع معنا هيك شناتة وجزاضين بهذا الشكل. يستمر المهرجان لستة أيام، يتم خلالها أنشطة مختلفة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ هذه المدينة العريقة والحضارات التي مرت عليها. محي الدين فهد للأخبارية السورية ريف حما.